مرحبا جميعا، اسمي أمير نصار، أنا طالب ماجستير في قسم الأدب الإنجليزي والدراسات الأمريكية. خلال الدقائق الجاي راح أحكي لكم شوي عن البرنامج، شو يعني إنك تدرس أدب إنجليزي، إمكانيات الدراسة المختلفة في القسم، وبالإضافة لهيك راح أشارككم في تجربتي كطالب في القسم. أول شيء لازم نعرف عن القسم هو إنه مقسم لمسارين. المسار الأول كما بموحي الاسم هو مسار الأدب الإنجليزي، والمسار الثاني هو مسار الدراسات الأمريكية. لما الطالب يسجل للقسم عنا عليه يختار او عليها تختار واحد من المسارين هذول. في طبعا قدر كبير من التداخل، ولكن ايضا في عده اختلافات. خلونا اول شيء ابلش بالحديث عن المسار الاول. الدراسه في مسار الادب الانجليزي بتعني بالاساس دراسه نصوص، حركات، شخصيات من الادب والثقافه الانجليزيه. هذا بعني انه راح تدرس شكسبير، راح تدرس ادب امريكا افريقي، شاعر جين ميلتون من القرن السابع عشر، بالاضافه لاعمال معاصره اللي انكتبت في اللغه الانجليزيه من جميع انحاء العالم. طلاب في هذا المسار باخذوا ايضا مساقات نظريه ادبيه، يعني تاريخ الادب، بالاضافه لبرنامج كتابه مكثف، والهدف منه انه يجعلكم مفكرين وكتاب احسن. تقريبا جميع المساقات اللي راح يتم دراستها في القسم، اذا طبعا قمت باختيار هذا المسار، بتم تقديمها في اللغه الانجليزيه طبعا من قبل محاضرين موجودين في القسم عندنا. المسار الثاني اللي هو مسار الدراسات الامريكيه بيختلف بعض الشيء، كما بيوحي الاسم بركز اكثر على تاريخ وواقع الولايات المتحده. طلاب في هذا المسار تدرس بعد المساقات النظريه، ولكن التركيز والتشديد في هذا المسار هو على الجانب السياسي والتاريخي. هناك اختلاف آخر أيضا. الاختلاف هنا في هذا المسار هو أنه المساقات اللي بتم تدريسها يتم تدريسها في أقسام أخرى، وهذا المسار هو متعدد التخصصات، يعني راح يتم دراسة مساقات في داخل القسم وخارج القسم، مثل قسم التاريخ، قسم العلوم السياسية، تاريخ الفن، قسم الاتصالات وما إلى ذلك. جميع المساقات طبعا بتتطرق لجوانب متعددة ومختلفة من الواقع الأمريكي، إذا كان في الأدب، في السياسة، في التاريخ، العلاقات العرقية وغيره. ولكن بعض هذه المساقات بتم تقديمها في الإنجليزي، والبعض الآخر أيضا بتم تقديمها في العبرية. إذا كنت مهتم أكثر في تاريخ وثقافة الولايات المتحدة وبدك تدرس مساقات مختلفة ومتعددة، وطبعا بتمانعش أنك تدرس في اللغة العبرية، فإنه هذا المسار مناسب أكثر لإلك. ولكن إذا بدك تتوسع أكثر في تاريخ الأدب والثقافة الإنجليزية بالإضافة لبعض المواد الأمريكية، فإذا مسار الأدب الإنجليزي هو أكثر ملائم لإلك. ويجب التنويه أيضا، إذا قمت باختيار مسار واحد وقمت بتغيير رأيك ففيش أي مشكلة، دائما في مجال أنك تنتقل من مسار إلى مسار آخر. بداية من أجل الصدق، الطلاب عندنا في القسم بتكون بالعديد من القراءة. الدخول إلى قسم الإنجليزي بيعني أنك تدخل على عالم من النصوص، بعض النصوص قديمة جدا وبتعود إلى العصور الوسطى، والبعض الآخر حديث أكثر، بعضها مسرحيات مثل مسرحيات شكسبير، بعضها أشعار، بنقوم أيضا بقراءة الروايات، وفي بعض الأحيان بنشاهد أفلام. كل مساق يأتي مع قائمة قراءة أو منهاج دراسي أو ما يسمى بالعبري بالسيلابوس، وهذا السيلابوس أو هذا المنهاج بعلمك أي أعمال راح يتم مناقشتها في هاي الدروس، وعليك طبعا قراءتها وتكون مستعد لمناقشتها في الدرس. راح يبين شوي الإشي أنه كثيف في بعض الأحيان، هو بالفعل هيك، ولكن خلال فترة قصيرة راح تصير تعرف الكثير من شكسبير وتقرأ بشكل عميق روايات مختلفة، وتعرف حركات وأشعار وشخصيات مختلفة جدا. راح ينفتح أمامك عوالم كاملة غنية بالتاريخ والمعنى وغالبا بالحكمة، وسوف تتعلم مش بس كيف تقرأ بهاي النصوص بشكل أعمق، ولكن أيضا كيف تنتج معرفة حولها. وفي المرحلة الأكثر متقدمة في اللقب راح تبدأ بالتعامل مع مواد نظرية ونقدية، واللي راح تزودك بأدوات اللي راح تحتاجها للقيام في بحث خاص فيك عن فترة أو نوع أدب معين أو حتى شخصيات اللي بتثير اهتمامك. في القسم عندنا مش بس متوقع أنك تقرأ بشكل كثيف ومعمق،
وايضا راح تتعلم كيف تكتب وتفكر بمستوى عالي. على كل طالب في القسم ان ياخذ دروس في الكتابه، واللي راح تجعل منك كاتب افضل باللغه الانجليزيه طبعا. والهدف من ذلك هو تمكينك من كتابه مقالات نقديه بمستوى عالي، وهاي المهارات طبعا اللي راح تكتسبها في القسم، وبما انه كمان الكتابه بشكل جيد تعني التفكير بشكل جيد، فمساقات الكتابه هاي راح بتعلمك وتوضح لك كيفيه صياغه اطروحه، صياغه حجه، توضيح الادعاءات هاي، واستخلاص استنتاجات. جميع هاي المهارات اللي راح تتعلمها في القسم راح تفيدك بشكل عام، وبغض النظر عن شو بتختار تكون في حياتك المهنيه ما بعد الجامعه. هنالك العديد من الاقسام الممتازه في جامعه تل ابيب، ولكل منها موضوع مميز وطابعه الخاص، ولكن اللي بيميز قسم الادب الانجليزي والدراسات الامريكيه هو انه التعليم، القراءه والكتابه جميعها تتم في اللغه الانجليزيه، مما يعني انك راح تتخرج بمستوى لغه انجليزيه اعلى بكثير من اللي بدات فيه. بالاضافه القسم عندنا مش كثير كبير، هذا بيعني انه في احساس بالانتماء لمجتمع، حيث انك تعرف كل شخص بشكل فردي، جميع زملائك والمحاضرين، والمحاضرين ايضا بيعرفوك، وهذا الامر بيعزز الشعور بالانتماء. ولكل طالب طبعا في مميزات الخاصة. نهاية قسم الأدب الإنجليزي هو أكثر الأقسام تعددا في جامعة تل أبيب، حيث في طلاب عرب، في طلاب يهود، في محاضرين من داخل البلاد، في محاضرين من خارج البلاد، جميعهم طبعا اجتمعوا بسبب شغفهم للغة والاهتمام بمستوى تفكير نقدي عالي. كل هاي العناصر، تدريس اللغة بالإنجليزية، الجو المجتمع الحميم، وتنوع الطلاب، راح توفر لكم تجربة تعليم مميزة وفريدة من نوعها، واللي بوعدكم راح ترافقكم لمدة طويلة بعد انهاء التعليم. دراسة اللقب عندنا مقسمة لمسارين، زي ما حكيت قبل في المسار الأدب الإنجليزي ومسار الدراسات الأمريكية. بالإضافة لهيك في عندنا كمان مسار اللي هو مسار مزدوج، أو ما يسمى مسار مسلول ذو حجية، اللي هو مكون من 62 نقطة، ومسار تخصص واحد اللي هو حد حجي أيضا، وهو مكون من 120 نقطة. وهاي النقط طبعا هي عبارة عن عدد الساعات اللي بتم دراستها في اللقب، اللي هو مدته 3 سنوات. على سبيل المثال، من المساقات اللي راح يتم دراستها في اللقب، عندنا مقدمة للثقافة الأمريكية، عندنا مقدمة للثقافة الإنجليزية، عندنا مساقات اللي هي تحليل شعر، مقدمة في النظرية، كتابة أكاديمية أساسية زي ما حكيت قبل. هون بنفع نحكي شوي عن طاقم التدريس المميز اللي موجود في القسم. في عنا نير اللي هو رئيس القسم، بعلم مواد اللي هي مواد نظرية ومواد أيضا بتخص الرواية الأمريكية. عنا رعي اللي هو مستشار اللقب، سبنسر هو بعلم المساقات اللي لها علاقة في الأدب الأمريكي. عنا جوناثان مختص في أدب العصور الوسطى. عندنا نوعم اللي هو أيضاً مختص في مسرحيات شكسبير، وشيرلي مختصة أيضاً في علم النفس والتقاطع بين علم النفس والأدب. إذا بننظر لقائمة الخريجين عندنا في القسم، راح نلاقي طلاب سابقين في جميع أركان المجتمع، البعض راح على مهن تدريسية، آخرين على عالم الأعمال والبزنس، ممكن تلاقي أيضاً أشخاص راحوا على عالم التكنولوجيا وصناعة الثقافة، البعض أصبحوا صحفيين ومترجمين، والبعض الآخر بيشتغل في التلفاز. تعلم كيفية التفكير والكتابة، التعامل مع نصوص وأنواع معرفة معقدة، كيفية طرح أسئلة نقدية وتقديم تحليلات مقنعة، هاي كلها مهارات مطلوبة في جميع الوظائف تقريبا، وهاي المهارات اللي راح تكتسبوها في القسم عندنا. أحكي لكم شوي عن تجربتي كطالب في اللقب. منذ بداية تعليمي في سنة 2013، أنا اليوم في مرحلة إنهاء اللقب الثاني، بشتغل كمساعد تدريس في القسم عندنا. ومن بداية التعليم طورت عدة مهارات مثل الكتابة، التفكير بشكل نقدي، وجميع هاي المهارات ساعدتني وفادتني بعدة مراحل مختلفة من حياتي وفي عدة وظائف مختلفة، وتجربة اللي هي عن جد جدا مميزة، واللي راحت كمان تترك أثر عميق عليكم. نتأمل نشوفكم عن قريب في الجامعة، بتستناكم أجواء شيقة وحلوة وفعاليات مميزة وتجربة تعليم فريدة من نوعها. بالنجاح للجميع.